حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، وبعد أن نخر الفساد أغلب مؤسسات الدولة ومن ضمنها العسكرية، والضحايا جنود حائرون بين أرزاق طائرة يسمعون بها ولا يرونها والمرء منها دون النوعية وتقصير الجهات المسؤولة عن مداخل الأرزاق الطرية، وبين معالجات مقتصرة على لجان تحقيق تخفي الحقائق ولطوي صفحة هذا السرطان، يقود القائد العام للقوات المسلحة مساحة خاصة ضمن أولوياته لملفات إطعام الجنود وعديد الحمايات وتشخيص الظواهر السلبية في المؤسسة الأمنية والعسكرية والعمل على ضبط أدائها ضمن حملة هادئة ومنظمة ودقيقة. فأنامل القائد العام وصلت لأخطر الملفات المتشابكة والمعقدة، وأطلقت ساعة صفرها لبدء عملها منذ لحظة تشكيلها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد طول انتظار ناهز 40 عام، يعود العراق مرة أخرى لاحتضان بطولة الخليج بنسختها 25 وتحت شعار السندباد. كأس الخليج هذه المرة اختار البصرة موقعا لاستقبال الأشقاء بكل حب وسلام ونقاء، ومع الدخول في العد التنازلي لموعد هذه المباراة والبطولة، فإن استعدادات مكثفة وعمل جار يواصل الليل بالنهار لإظهار هذا الحدث الرياضي والبرنامج التنظيمي بمستوى أهميته وجعله مضربا للأمثال في قدرة العراق على استضافة المباريات الدولية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نتابعها، لكن نتمنى أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم مباشرة بصوت وصورة من بغداد، الخبير الأمني الفريق المتقاعد جليل خلف. أهلا بكم سيدي الكريم. بداية نود أن نتحدث عن هذه اللجنة التي شكلها القائد العام لقضية التعامل مع عدة ملفات تخص المؤسسة العسكرية، لكن إلى أي درجة الفساد يستشري فعليا بملف أرزاق المقاتلين؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وحقيقة أنا أشكر قناة الأيام لاستضافتي في هذا المحور المهم جدا واللي إلى علاقة بمعنويات الجيش العراقي وإلى علاقة بكفاءة الجيش العراقي وإلى علاقة أيضا بحتى معنوياتهم من ناحية القتالية وإداء الواجبات. أنا أتذكر قول لنابليون بونابرت القائد العسكري الفرنسي أن الجيوش تزحف على بطونه، فالجندي إذا لم يجد اهتمام بالأرزاق وإذا كانت هذه الأرزاق مسروقة أو تكون قليلة جدا، وإحنا رجعنا أعدنا تجربة المذاخر، وهذه التجربة جديدة حقيقة، يعني جديدة على الجيش اللي بعد 2003، ولكن مع الأسف أيضا يجري التلاعب بها. هذه المسألة أولا مسؤولية الآمر المباشر سواء آمر فوج أو آمر لواء أو قائد فرقة، ومسؤولية المؤسسات الأخرى التفتيشية مثل المفتشية العسكرية والمفتشية العامة وحتى الاستخبارات والأمن، مراقبة إداء ومأكل الجندي ومنامه والعدالة. ولذلك نلاحظ أن هذه المسألة تتخذ أبعاد كثيرة جدا، وكارثة إذا سرقت أرزاق الجندي أو إذا حولت إلى اتجاه آخر، يعني الضباط عندهم مطاعم خاصة بهم ما لها علاقة بأرزاق الجندي.
فأنا في رأيي هذه المسألة مهمة، ومع الأسف رجعنا على سلبيات الماضي. هو كان استقطع من الجندي 120 أو 150 ألف دينار وتنشأ مطاعم، وهذه المطاعم حقيقة أنا من خلال كان واجب المفتش عسكري عام كنت أفتش على هذه المطاعم وألاحظ هناك مطاعم جيدة جدا ونظافة جيدة، وهناك مطاعم رديئة نتخذ إجراءات بحقها. لكن سيد جليل، 120 ألف دينار تستقطع من المقاتل، مو مبلغ كبير؟ مبلغ كبير جدا. وأريد حقيقة إذا اسمح لي ملاحظة مهمة جدا. تفضل. هم اشتكوا الجنود غالبيتهم يقول أنه استقطع من 120 ألف دينار ومثلا إجازة مرضية عنده 20 يوم. هذه إجازة هو ما يأكل ولا يشرب، يعني مريض، وهذا فمن يرجع ما يرجعون لهذا المبلغ. وإذا قدم يعني طلب قال يابا أنا هذا المبلغ أنا يعني من أنتم أخذتوه من عندي استقطعتوه بس أنا ما ماكل ولا شارب، فيجي الصعوبة يقول يعني هناك صعوبات كثيرة في هذا المجال وما يستطيع أن يستعيد هذا المبلغ. هو تعرف الجندي راتبه وإجازته، يعني المفروض الاهتمام بالراتب والإجازة والمأكل والمشرب في داخل المعسكر. ولذلك أنا في رأيي أنه المطاعم يجب أن يكون السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حقيقة تطرق إلى هذه النقطة المهمة جدا في معنويات الجندي وفي إدامة زخم المعنويات، وفي يعني حقيقة الجندي عندما يلاحظ أنه أرزاقه وإحنا لا يرجعون يطون يعني حصة قليلة سواء من الدجاج أو اللحم للجندي. نعم. وهذا طبعا حتى على كفاته، على صحته، على قيافته، على يعني كثير من الأمور تأثر عليه هاي المسألة. ففي اعتقادي هذا وضع رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أصبح على الجرح الذي حقيقة طيب يؤذي للقوات المسلحة. طيب دعني أسألك، يعني أنت فريق كنت سيد جليل، من المسؤول عن قضية الطعام، نوعيته، كمية، جودة هذا الطعام المقدم للمقاتلين وحتى للضباط؟ وزارة الدفاع نفسها لكل قائد أو آمر هو مسؤول عن ما مخصص من طعام للجنود. أنا في ذلك الوقت في 2014 كان هناك يعني استقطاع مبلغ وقامت هذه المطاعم وغيرها الاكتفاء الذاتي يسموها، وأيضا حثت فيها شركات كثيرة جدا، والآن مذاخر. فحقيقة المسؤول الأول والأخير هي المذاخر والضابط الإداري، ولكن المسؤول الأول والأخير هو آمر الوحدة. يجب أن يهتم بإرزاق جنوده، ويجب أن يلاحظ إذا كان هناك نقص أو هناك تلاعب بالأرزاق. والمذاخر طبعا أيضا يجب الاهتمام بها ومراقبتها مراقبة شديدة جدا، لأن هناك بعض الأنفس الضعيفة اللي تحاول سرقة قوت الجندي سواء من هذه الأرزاق وبيعها في الأسواق أو سرقتها أو أخذ مبالغها. وليس الجميع حقيقة، ولكن نقول حتى لو كان هناك جزئيات في هذا الموضوع يجب مراقبة هذه الأمور. وأعتقد أنه رئيس مجلس الوزراء القائد العام وصلت هذه الأمور بشكل مفصل، ولذلك اهتم بها وشكل لجنة لمراقبة هذه الأمور. فالآمرين يجب أن يحاسبوا على سوء الأرزاق وسوء تقديم الأكل المأكل للجندي، لأنه الجندي ما عنده غير أنه يأكل في هذه المعسكرات، ويعني اهتمام بلياقته البدنية، بصحته، بغير شيء، من خلال التغذية الجيدة والمحسوبة حساب دقيق في معظم جيوش العالم. لا. يعرفون هذه المادة هل قد تعطي سعرة حرارية، هذه المادة هل قد تعطي سعرة حرارية. ولذلك يجب على الآمرين محاسبتهم إذا هناك كان تقصير. ايضا نرحب عبر سكايب الباحث بالشان السياسي الدكتور محمد الكحلاوي، ينضم لنا عبر سكايب. اهلا بكم دكتور محمد، واود ان اسالك عن مدى اهميه خطوات القائد العام بمكافحه الفساد، وخصوصا التي بداها بمؤسسات حساسه جدا كالمؤسسه العسكريه. بسم الله الرحمن الرحيم، احييك سيدي العزيز واحيي ضيفك سيد الفريق ومشاهدي قناه الايام العاملين فيها. سيد العزيز، هذا الموضوع هو ليس بجديد. هذه المسألة لو رجعنا إلى الماضي نجد أن هناك أيضا كان فساد، ولكن الفساد كان على
درجة قليلة من يعني ليس بكثير، وإنما كان هناك من يحاسب على الأوزان ويحاسب على كمية المواد الغذائية ويحاسب على القياس للحوم وحتى الخضار. وهذا كان في العهد السابق، كنا عندما نذهب إلى نقطة الأرزاق ونستلم المواد الغذائية كان هناك أوزان وكان هناك يقف أما ضابط عن الفرقة أو ضابط عن اللواء، ولذلك نجد هناك الكثير من الأمور الصحيحة. ولكن أيضا كان هناك سرقة ويعني في القياسات، هذه تكتشف بعد ذلك عندما نذهب إلى أفواجنا ونقيس المواد الغذائية نجد هناك سرقة في القياس. هذا الموضوع هو ليس بجديد، والمؤسسة العسكرية برمتها وحتى كان في زمن عبد الكريم قاسم عندما قالوا له المواد الغذائية تأتي إلى الجندي بنسبة قليلة، كان وضع مجموعة من الجنود وأعطى كمية من هذه المواد إلى أول شخص وقال له خذ منها وأعطيها للآخر والآخر، وإلى أن وصلت للأخير كمية قليلة من المواد الغذائية. لذلك نجد أن هذا القرار الذي اتخذه السيد القائد العام القوات المسلحة هو قرار صائب وقرار من الممكن أن يحد من السرقة، لأنه أنا أعتقد لو يبعد التجار عن المواد الغذائية وتبقى المؤسسة العسكرية بنفسها، هناك أفران للمؤسسات العسكرية وهناك يعني أماكن لاستلام المواد الغذائية، وأيضا يذهب إلى السوق وكان من يراقب هذه العملية، وأيضا كان اهتمام بالمواد الغذائية النظيفة، المواد الغذائية التي تصل للجندي يعني بمسؤولية الضابط المواد الضابط الإداري الذي هو يستلم المواد من نقطة الأرزاق المواد الغذائية أو يستلم الأسطمون من الأفران. طيب دكتور، فكانت المواد الغذائية جيدة ومن الممكن أن تكون يكتفي بها الجندي. دكتور، هذه اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة مسؤوليتها مو تعالج فقط قضية الأرزاق للمقاتلين والجنود، أيضا بعض المؤشرات في عمل المؤسسة العسكرية، عدد حماية الضباط وغيرها من المؤشرات والقضايا الأخرى، لكن شنو ممكن تقدمه هذا اللجنة أو هذه اللجنة لمعالجة كل هذه المؤشرات التي تشوب هذه المؤسسة المهمة؟ عزيزي أنا سأبدأ بك بهذه القضية. أنا لم أعهد أنه آمر فوز على رتبة يعني رائد أو يصل أحيانا نقيب في أوقات معينة، له من الحمايات التي تفوق فصيل، ممكن أن يكونوا ثلاثة أو أربعة من ضمنهم الانضباط العسكري ويكونوا معه في تنقلاته، لكن عندما نأتي إلى آمر فوز برتبة رائد وله حماية تصل إلى مستوى فصيل، هاي كارثة. هذا واحد الشغلة. الأمور الأخرى منها الأمور التجهيزات، نحن نعلم التجهيزات إن لم تكن تجهيزات جيدة، الجندي بحاجة إلى قمصلة في الشتاء وإلى تكرمون إلى حذاء يعني بحيث يقيه من البرد ومن من الأوحال، وأيضا بحاجة إلى بدلة جيدة، هذه واحدة من التجهيزات. أيضا إذا ذهبنا إلى الأسلحة، إذا كانت الأسلحة يشوبها بعض الفساد، يعني تكون أسلحة فاسدة، هذا غير صحيح. يفترض أن تكون هناك لجان عندما تذهب تتعاقد مع الدول الأخرى على الأسلحة وعلى التجهيزات، تكون تلك اللجنة تحمل الروح الوطنية، تحمل الروح العسكرية، لأنه العسكر يعتبر هو يعني الواجهة لبناء المؤسسة العسكرية التي من الممكن أن تكون قادرة على حماية البلد. إن لم تكن بمستوى الطموح سوف يكون الفساد ينخرها من الداخل، ونحن نعلم هي حماية الوطن بالمؤسسة العسكرية. إن لم تكن رصينة ويكون فيها النكران الذات وفيها حب العمل وفيها يعني التضحية من أجل بناء هذه المؤسسة ببناء جيد، سوف تنتهي. ونحن بحاجة في هذه الأيام إلى المؤسسة العسكرية القوية الرصين التي تحمي حدود الوطن وتقضي على داعش وغيره. نعم، عد لك يا سيد جليل. كما ذكر دكتور محمد، بعض الضباط لديهم أعداد كبيرة من الحمايات وأرتال طويلة، بعض الضباط ما عنده هذا العدد من الحمايات والأرتال،
من يحدد عدد الحمايات للضباط والقادة وبعضهم شفنا أرتالهم كبيرة جدا؟ والله هذا الموضوع مهم. طبعا أرحب بالضيف الكريم، هذا موضوع جدا مهم ومن خلاله هي تبدي الفساد والفضائيين. حقيقة أنا تجربة ميدانية، لأن أنا كنت المفتش العسكري العام، وهذه المواضيع اللي جنابك تسألني بيها أنا كنت ألاحظها وراقبها وأحدثها. نعم. حقيقة قبل هذا عندي مناشدة للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن يلتقي بشريحة معينة من الجنود والضباط الصغار ليسمع الحقيقة، لا يعتمد فقط مع احتراماتي للقادة فقط، يجب أن يلتقي بهؤلاء وتكون لقاءات منفردة ويشرحون معاناتهم. هاي نقطة. النقطة الثانية، أحد الجنرالات جنرال فوش قال إن ذنوب الجيش أخف عليهم من عدوهم، يعني العدو أشوى من أخطاء الجيش اللي تحدث. ولذلك أنا في رأيي لاحظت هذا الشيء ميداني، يعني اتفاجأت بكثير من البائعين الكسبة في الأسواق سواء بالمنصور أو الكرادة أو السيدية أو غيرهم، قسم منهم هم جنود أو ضباط صف، ولكنهم قوت يومهم يشتغلون لبيع مثلا ملابس أطفال، أحذية أطفال أو كبار كذا. هؤلاء يقولون نحن جنود، ولكن الآمر رأس شهر يعني مطلق الصراحية مخليهم يعني ما يداومون، لازم يجيبون له راتب المستر كارد مع الشريط اللي يطوئ له، والآمر يحاسبه على الراتب اللي يستلمه، يعني لازم يباع للشريط قسم من الآمرين وليس الجميع. احنا حقيقة هناك آمرين جيدين وحريصين ونظيفين، ولذلك إضافة لذلك أصحاب المهن الحرة، حلاق جيت عنده أحلق قال والله أنا الآمر مالتي ياخذ نص الراتب، وهسه دا يطالبني ب 600 ألف دينار، يعني أكثر من نصف الراتب، لأنه هو جيد يعني كيف. ولذلك أنا أقول أنه أصحاب الحرف ومراقبة الحمايات، والأخ اتطرق إلى نقطة مهمة جدا، يجب مراقبة أولا تحديد الحماية. الحماية احنا ما الآن ما نحتاج حماية كبيرة جدا للآمرين، قبل كان داعش والقاعدة، الآن هو الحماية مثل ما قال الأخ انضباط عسكري وسائق ومرافق واحد. أما هذه الحمايات الكبيرة واللي قسم كبير منها جدا يتسرب فضائي، بالإضافة لذلك هو الآمر، بعض الآمرين عندما تأتي لجنة تفتيشية أو تفتيش مفاجئ يخابر على ذولي ومتفق عليهم على إشارة يلتحقون، وأيضا صعوبة اكتشاف ذلك. طيب. ولكن واجب ضابط الأمن وضابط الاستخبارات والآن يعني الآمرين يجب مثل القائد يراقب، آمر لواء يراقب، آمر فوج يراقب، شنو شغلهم؟ فالفوج الجيد واللواء الجيد والفرقة الجيدة عندما يكون آمرها نظيف وجيد. نعم. طيب دكتور محمد، إذا كان أكو تقصير من القادة والآمرين بمتابعة أحوال مقاتليهم وضباطهم، هذه اللجنة التي شكلت من قبل القائد العام على أساس أنه تحل كل هذه المشاكل أو أي تقصير من القيادات، لكن هذه اللجنة ممكن أن يبقى عملها فقط تفتيش، لو ممكن أن تصدر قرارات حتى تحل كل هذه الإشكالات بعمل المؤسسة العسكرية؟ عزيزي التفتيش لا ينفع، أنا أفتش ولكن لا أفعل شيء، أأتي إلى المنطقة وأأتي إلى الوحدة العسكرية ولا الفرقة ولا اللواء وحتى على مستوى صغير إلى الحظيرة، عندما أأتي إلى تلك الحظيرة وأجد أنه تجهيزاتهم غير جيدة، طعامهم غير جيد، مأواهم غير جيد، أنت تعلم هناك أماكن مثلا إحنا نعلم أن هناك ملاجئ، هذه الملاجئ لها قياسات ولها أبعاد، إذا كان الملجأ غير نظيف وغير يعني لا يصلح للعيش، إذن يفترض على اللجنة أن تكون جادة في عملها، تأخذ الأمور بدقائقها وتوصل كل ما تراه
إلى القائد العام للقوات المسلحة. وأيضا أكو مسألة يفترض أن تكون، يفترض أن يكون هناك مستشارين على كل الأصعدة في مجال النظام العسكري، لأنه أنا قلت له السيد رئيس الوزراء في لقاء قبل أن يستلم رئاسة الوزراء، قلت لا. له هل تستطيع أن تأتي بمستشارين غير المحسوبية والمنسوبية، مهنيين يحملون الفكر يعني المهني، بحيث أنه يقدموا لك ما تريد؟ هذا كان سؤالي له، وهو قال إن شاء الله. كان معه الرئيس، عفوا وزير العدل، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كان النائب كان سابقا أحمد الأسدي. هذا نحن نطلبه من السيد رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة، أن يكون المستشارين مهنيين وغير محسوبين على جهة معينة. وهؤلاء ليس لهم علاقة بقادة الفرق يعني بأمري الألوية، لكي يعملوا بمهنية. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن نبحث عن كل تفاصيل الأمور. عندما يأتي قائد الفرقة إلى نقطة الأرزاق، أو يأتي إلى معمل يعني المعامل المخابز وغيرها ويراقب، تأتي اللجنة، تجد أن هناك من يتابع، قائد الفرقة، آمر اللواء، يتابعون هذه الأمور لكي يكونوا على بينة، حتى لا ينصدموا، لأنه طيب. مسألة إنسانية أولا، نعم. وثانيا مسألة وطنية، لأنه هذا الجندي لم أهتم به ولم أقدم له ما احتياجاته، سوف لا يعمل ولا يكون جدي. وقال السيد الفريق هناك، ذكر مسألة أن الفضائيين يعملون في مهن أخرى، أيضا يعملون سواق تاكسي، ويعملون في العمالة، ويعملون في مجالات طيب. أخرى، وهؤلاء يأخذون الراتب، وحتى نجارين، أنا أعرف نجارين هم يأخذون الراتب، نعم. يعملون في ورشهم للنجارة. إذن طيب دكتور، يفترض أن تكون اللجنة مهنية بكل تفاصيلها، حتى تعرف أنه ماذا يدور وماذا يحدث، وما هي نواقص الجيش العراقي لكي تحقق، حتى أن طيب. تكون المؤسسة العسكرية مؤسسة مكتملة الجوانب. واضح دكتور. سؤال أخير لكم سيد جليل. سيادة اللواء يحيى رسول قال أن التوجيهات التي يصدرها القائد العام للقوات المسلحة تهدف إلى الإصلاح في المؤسسة العسكرية، لكن إصلاح المؤسسة، ماذا تحتاج هي المؤسسة من أجل أن تقوم بعملها على أكمل وجه؟ أشكرك على هذا السؤال. أولا، اختيار الآمرين يجب على أساس الكفاءة، وعلى أساس النزاهة، وعلى أساس الشجاعة وغير ذلك. وحقيقة اللي أرجوه أنه لا يتدخل في اختيار الآمرين الأحزاب أو المتنفذين أو الذين في الواسطة، يعني خلينا نسميها في اختيار الآمرين. هاي نقطة مهمة جدا، وأنا متأكد من السيد رئيس أركان الجيش فريق أول عبد الأمير يار الله، عسكري مهني، الرجل هذا ضابط كفوء جدا، ولذلك يجب التعاون، تعاون الجميع معه في سبيل تغييرات في الجيش، بحيث الآمرين الغير جيدين والغير كفوئين والذين عليهم تهم فساد يجب محاسبتهم. هاي نقطة. النقطة الثانية، يجب مراقبة بعض الآمرين، يعني هو برتبة مقدم وبناء لبيت بمناطق ثرية جدا وغالية المترب، تصل يعني أسعار عالية، وتشوف رأسا هذا شو بنا وسوى، منين هذا؟ مو من راتبه طبعا. ولذلك هناك طرق عديدة للقضاء على الفساد. أولا، عندنا المفتشية العامة بالنسبة لوزارة الدفاع، وعندنا المفتشية العسكرية أيضا العامة، وعندنا جهات أخرى، الاستخبارات والأمن، وكثير من الجهات تستطيع مراقبة إداء الآمرين. إذن أكو أكثر من جهة وجهاز، نعم. يراقب عمل هذه المؤسسة. هذه اللجنة اللي شكلت من قبل القائد العام راح تضيف شيء حتى تقضي على الفساد؟ هذه اللجنة كودا ارتباطها مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، نعم. تستطيع أن تصل كل هذه السلبيات اللي جنابك ذكرتها والأخ الضيف، يجب إيصال هذه الأمور والمقترحات إلى القائد العام للقوات المسلحة. والأخ أشار إلى نقطة مهمة جدا، يا أخي إحنا عندنا كفاءات ضباط وجيدين، ليش ما أستفاد من عندهم في الاستشارة؟ يعني ما خسران شيء.
وهؤلاء ضباطهم وطنيين واثبتوا كفاءة ووطنية وحرص، وعليه يجب إذ هؤلاء أيضا استفاد منهم ومن استشارة، وكل جيوش العالم تستفاد من أصحاب الخبرة وذو يعني التاريخ القتالي والتاريخ الناصع يعني فيهم. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لكم الخبير الأمني الفريق المتقاعد جليل خلف، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لكم سيادة الفريق، وكذلك الشكر لكم الباحث بالشأن السياسي الدكتور محمد الكحلاوي، كنت ضيفا عبر سكايب، شكرا لكم دكتور محمد. إذا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف الرياضي في الحصاد نرحب سوية بضيوفنا الكرام، الصحفي الرياضي السيد رياض هادي ينضم مباشرة بصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم سيد رياض، وكذلك الترحيب برئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة السيد بدر ناصر ينضم لنا عبر سكاي مباشرة من البصرة، وأيضا الترحيب بعد قليل سينضم لنا نائب محافظ البصرة السيد حسن النجار عبر الهاتف، ونرحب بك مرة أخرى سيد رياض، وبداية ما مدى أهمية بطولة خليج 25 بالنسبة للعراق واستضافتها في مدينة البصرة؟ تحياتي لحضرتك أخ بشار ولضيفك الكريم السيد بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي ولضيفك الآخر ولجمهورك الكريم، حياك الله. أعتقد أنه الاستعداد والتحضير للبطولة بدأ من 25 من تشرين الماضي في شهر العاشر عندما أقيمت القرعة في محافظة البصرة العزيزة، بالتالي شرعت الكوادر المختصة بموضوعة التنظيم بالإنجاز والعمل، ملعب الميناء يعني حملة كبيرة من أجل إكماله إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل، إن شاء الله سيتم الإعلان عن إكمال الملعب وافتتاحه، كذلك الفنادق الخاصة المخصصة لاستقبال الضيوف أكملت جميع الاستعدادات، والبعض منها لا زال يعني يقوم بعملية الاستعداد وترميم هذه الفنادق بشكل كبير، 90% من الفنادق اكتملت، أيضا هنالك أعمال صيانة أجريت على ملعب المدينة الرياضية في البصرة ومرفقات الملعب أيضا سيتم الانتهاء منها خلال فترة قليلة جدا، أيام قليلة. كاتحاد كرة قدم، كمكتب إعلامي كاتحاد كرة قدم، يعني شرع الاتحاد ب يعني تخصيص لجان، كل لجنة مختصة في عمل معين، لجنة الإدارية، لجنة الفنية، بالإضافة للجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج اللي رأسها السيد علي جبار النائب الأول رئيس اتحاد كرة القدم. احنا كمكتب اعلامي في اتحاد الكره شكلنا اكثر من لجنه متخصصه لاستقبال الوفود، لتقديم الدعوات للصحفيين العرب، كذلك للمؤتمرات الصحفيه، كثير من اللجان الفرعيه شرع العمل بها كل لجنه حسب اختصاصها، واشركنا جميع الاخوه الصحفيين العاملين في بغداد وحتى باقي المحافظات. والاتحاد يعني منذ فتره ليست بالقليله بدأ بهيكلة هذه اللجان وإنشائها من أجل المباشرة بالعمل، على بداية الشهر المقبل إن شاء الله يعني جميع الجهات المعنية بالتنظيم من اتحاد كرة القدم والجهات الساندة ستكون في البصرة قبل شهر من انطلاق البطولة من أجل إكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الأخوة الأشقاء الوفود الخليجية التي ستشارك في البطولة. ايضا نرحب مره اخرى بالسيد بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي لكره القدم في البصره، اهلا بكم سيد بدر مره اخرى، وودنا نسالك عن مدى قدره الاتحاد على تنظيم هذه البطوله خليجي 25، وكان قبل ايام هناك ربما خلل
حسب على الاتحاد بتنظيم مباراة ودية ما بين كوستاريكا والعراق، هذا اللي صار وعدم حضور المنتخب الكوستاريكي، ألا يؤثر ربما على بطولة خليجي 25؟ أهلا بك أستاذ وبغيرك الكريم الأخ رياض هادي، يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. اليوم فيما يخص الاستعدادات لبطولة خليجي 25، اليوم التوجه الحكومي واضح من خلال الجلسة الثالثة أو الاجتماع الأخير الثالث للجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25 واللي ترأسها السيد أحمد المبقع وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أعضاء اللجان المشكلة والساندة لهذه البطولة، أصبح التوجيه واضح والاهتمام كبير من قبل الحكومة. هذا دليل على أنه اليوم كل الأمور وكل الجهات المعنية وفيما فيها الدولة داعمة لإقامة هذه البطولة. أكدوا أيضا على الاهتمام بالجانب الأمني والجانب الإعلامي والجانب الخدمي، بالإضافة إلى الجانب اللوجستي من خلال تأمين كافة الجوانب الفنية اللي تخص الملاعب اللي تقام عليها مباريات البطولة، بما فيها ملاعب التدريب وكذلك ملاعب المباريات. أيضا اليوم التوجه أصبح كبير من خلال الحكومة المحلية بتأمين كافة المرافق السياحية والخدمات اللي تخص أو من شأنها ترتقي لنجاح هذه البطولة. فيما يخص المباراة كوستاريكا اليوم، الحدث بالعكس، اليوم الحدث أنا أشوفه يعني كرياضي متابع أنه عاد بالجانب الفني أكثر من إقامة البطولات مع الجانب الكوستاريكي، وبالتالي أقيمة المباراة بين المنتخب قسم إلى فريقين أي وبي، ومن خلال هذا الوقع اللي حدث من خلال إقامة هذه المباراة وقف المدرب على جاهزية اللاعبين، ومن خلال اكتشاف اللاعبين الموجودين لزجهم في المنتخب مستقبلا، وبالتالي هذه المباراة لا تقدم ولا تؤخر. بالعكس حضور الجماهيري، يعني بالرغم من أنه المباراة ألغيت المباراة والجمهور كل الجمهور البصري عرف أنه المباراة ألغيت، مع هذا كان حضور جماهيري كبير ساند المنتخب وحضوره. هذا دليل على أنه اليوم الجمهور البصري والجمهور العراقي عموما عازم على إنجاح هذه البطولة وإظهار نسخة طيبة إن شاء الله من خلال إقامته في البصرة. طيب سيد بدر، تحدثتم عن جهوزية ومدى جهوزية الملاعب لاستقبال واستضافة هكذا بطولة كروية كبيرة، لكن ماذا عن الفنادق في مدينة البصرة أو في المدينة الرياضية؟ هل تتوقعون أن تكون على قدر مسؤولية استضافة هذا العدد الكبير المتوقع من الجمهور والزائرين؟ يعني سبقني الأخ رياض في وتطرق إلى هذا الجانب من خلال جاهزية البصرة لاحتضان الجمهور، سواء الجمهور كان من داخل العراق أو حتى جمهور خليجي. نعم. اليوم البصرة اختلفت عما كانت عليه سابقا، البصرة اليوم تحتوي على عدد كبير من الفنادق اللي من شأنها أنه تحتضن بشكل مناسب لاحتضان سواء جمهور عربي وجمهور وحتى جمهور خليجي. كل المرافق السياحية أمنت، والحكومة المحلية ساعية إلى الاهتمام بالجانب السياحي والجانب الترفيهي والجانب الخدمي. نعم. وبالتالي اليوم البصرة عبرت هذه المرحلة، نقدر نقول بعد ما يعني نرجع إلى الخلف خطوة أو خطوتين ونقول البصرة جاهزة أو غير جاهزة، خلاص اليوم الأمر أمر واقع صار، وبالتالي التوجه، ولا سيما أنه اليوم بطولة خليجي تقام بعد بطولة كأس العالم، وهذا بالتالي نعم. إذا تسمح لنا سيد بدر، دعنا أيضا نستقبل الاتصال من السيد حسين أو حسن النجار نائب محافظ البصرة بسؤال واحد. سيد حسن، أولا نبارك لكم إن شاء الله قرب إقامة هذه البطولة في مدينة البصرة، وأنا أسألك عن الاستعدادات غير الملاعب، يعني بالنسبة للملف الأمني، والبصرة معروف أنها تشهد أحيانا بعض الإشكالات الأمنية ما بين عشائر وغيرها، وأيضا الملف الخدمي في مدينة البصرة مو فقط في المدينة الرياضية، هل أنتم على أتم الاستعداد والجهوزية لاستقبال هكذا حدث مهم؟ سيد حسن، نعم أعيد لك السؤال سيد حسن،
بالنسبة للأداء الأمني والخدمي، هل أنتم في البصرة على أتم الجهوزية والاستعدادات كاملة لاستقبال هكذا حدث مهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة فيما يتعلق بخليج 25 كانت هناك استعدادات كبيرة وكثيرة على مستوى الخدمي، على مستوى ما نعبر عنه بتهيئة الملاعب لا سيما الفيحاء والميناء ايضا اللي دخلنا فيها حقيقة في هذا الاتجاه ايضا. كل هذا وذاك حقيقة فيما يتعلق بالاستعدادات المتعلقة بالجانب الرياضي. الجانب الخدمي في نفس البصرة، تعلمون أن في البصرة حدود برية وحدود أيضا جوية، يعني مطار البصرة الدولي، أعتقد أن لا أعلم الأخوة إلا على الكريم عدم سيأتون عن طريق البر، معناه عن طريق صفار، بالتالي أيضا هيئنا المنفذ منفذ صفار الحدودي بيننا وبين الكويت الشقيقة. نعم. بالإضافة إلى تهيئة المطار هذا من جانب، وكذلك تهيئة كل مستلزمات الفنادق والمناطق السياحية لا سيما كورنيش البصرة وبقية المناطق، هذا من جانب. بالإضافة للجانب الخدمي اللي سيتوفر إن شاء الله في المحافظة، هذا أعطانا فرصة لأن نخدم المحافظة من جانب، ونستعد لاستقبال ضيوفنا الخليجيين من جانب ايضا. فانا اعلن صراحه كمعاون محافظ ان البصره هي جاهزه ومستعده لاستقبال خليجي 25 ان شاء الله بعون الله تعالى بهذه النسخه 25 بعد فراق طال منذ عام 1979 اي ما يقارب 43 عام من ذلك الوقت. الشكر جزيلا لكم نائب محافظ البصرة سيد حسن النجار، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف. أعود لك سيد رياض، هل تجوز المقارنة ما بين خليجي 25 المقرة استضافتها في البصرة وما بين كأس العالم قطر المقامة حاليا، هل تجوز هذه المقارنة أم كتنظيم واستعدادات وتكاليف، أم ممكن أن نشهد تنظيم بذات الصورة المشرفة؟ يعني قبل ما أجيبك على السؤال خليني شوية أعضد كلام السيد بدر ناصر، واحد من الذين يعني يجتهدوا كثيرا حقيقة. هذا الرجل يعمل خلف الكواليس ويعمل بشكل متواصل من أجل تقديم خدمات لإنجاح البطولة، وهو رئيس الاتحاد الفرعي. صح هو المعني الأول والأساس بموضوع التنظيم، لكن رجل يعني يبذل جهود ممتازة جدا من أجل إكمال جميع النواقص إن وجدت لاستضافة البطولة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم. موضوع كوستاريكا مثل ما حضرتك طرحت عليه السؤال، الخلل لم يكن لا بالمنشأ الرياضي لا بالوضع الأمني، الخلل كان من الجانب الكوستاريكي وهم أقروا بذلك، والاتحاد العراقي رفع دعوة عند الاتحاد الدولي والكونكاكاف. بالتالي خلال تواجد السيد عدنان درجال في قطر زار رئيس الاتحاد الكوستاريكي ووضح الموضوع، ووعد السيد عدنان درجال باسترجاع المبالغ التي منحها العراق للجانب الكوستاريكي، وحتى الأخوة الإعلاميين البعض من المنابر الإعلامية طالبت مع الاسترجاع أن يكون هناك اعتذار للجماهير العراقية. ما حدث لكوستاريكا كان يعني رب ضارة نافعة. حضرتك يمكن شاهدت من خلال التلفزيون، لكن احنا كنا في البصرة على الرغم من إلغاء المباراة، وأعلننا كمكتب إعلامي إلغاء المباراة يعني منذ وقت مبكر من الصباح، لكن الجماهير أصرت على الحضور إلى الملعب ومشاهدة المنتخب الوطني ولاعبيه. يبقى موضوع المقارنة بالتأكيد يعني حجم الإمكانيات المالية، حجم قطر هي يعني ليست بطولة كأس العالم، هي البطولة الأولى التي تنظمها صح على مستوى بطولات العالم، لكن استضافت قبلها بطولات كبيرة لا تقل أهمية عن بطولة كأس العالم. الآن التوجه الاتحاد العراقي هو إعطاء التنظيم لشركات متخصصة،
يعني الاتحاد العراقي. طيب تخصيص الحكومة 33 مليون دولار لهذه البطولة هل هي كافية؟ يعني شوف هو ايش قد ما تصرف على البطولة، ايش قد ما يعني تبهر وتريد ان توصل رسالة ان العراق نظم في عام 1979 البطولة ونجح في ذلك رغم الامكانيات التكنولوجية المادية، رغم عدم توفر الملاعب الكافية، بس ملعب الشعب كان حضرتك تتذكر. لكن كل ما يزيد المبلغ كل ما تستطيع ان تبهر الأخوة في الخليج العربي وحتى على مستوى العالم ان العراق والبصرة تحديدا قادرة. لذلك اصر الاتحاد العراقي على الاعتماد على الكوادر المتخصصة بموضوع التنظيم، بموضوع لا ننسى هنالك شراكة بالتنظيم بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والاتحاد الخليجي الذي سيقدم الدعم اللوجستي للعراق من خلال التنظيم، مبلغ لا بأس به من الممكن أن يشهد حفل الافتتاح والختام بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم إلى الوفود الخليجية. يعني سيشهد إن شاء الله نقلة نوعية بتاريخ تنظيم العراق للبطولات. إضافة إلى نقطة مهمة أنه الفنادق التي زرتها في البصرة كلها جاهزة تماما وبمظهر جيد، يعني حقيقة يبيض وجه العراقيين. الفنادق التي مخصصة لسكن الوفود حقيقة فنادق ممتازة جدا، حال فنادق خارج العراق على مستوى الخليج وآسيا. الأجواء مثالية بالبصرة، هذا أحكي لك واقع حال، أنا يعني 10 أيام بقيت بالبصرة واطلعنا على كل المرافق المخصصة للبطولة. لذلك يعني متأكدين تماما بإذن الله ستكون بطولة مميزة بتاريخ بطولات كأس الخليج. دعنا نعود مرة أخرى لسيد بدر. سيد بدر، بالنسبة للجمهور الخليجي المتوقع بأعداد كبيرة أن يزور البصرة لمتابعة وحضور هذه البطولة، هل هناك تسهيلات لدخول هذا الجمهور؟ هل تم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص؟ يعني احنا ان شاء الله نأمل خير بهذا الخصوص، ونأمل انه الاقبال الشديد اللي راح يكون من قبل الجمهور الخليجي في الحقيقة، يعني من خلال تعاملنا ومن خلال تواجدنا مع كل اللجان وكل الضيوف اللي كانوا موجودين على مختلف دول الخليج. لاحظنا انه كانت الرغبة عارمة في تواجدهم في البصرة وإقامة البطولة، وبالتالي هذا انعكاس طيب يعني من خلال ملاحظتهم ومشاهدتهم وزيارتهم لكل الأماكن سواء كانت رياضية أو ترفيهية أو قدمية، بالإضافة إلى الفنادق والأمور الأخرى. كانت كل الأمور طيبة، وبالتالي يعني هذا الانطباع أكيد سوف ينعكس على كافة الجمهور الخليجي، وبالتالي يعني سيكون تواجد الجمهور الخليجي من المتوقع. بالإضافة إلى التسهيلات اللي ممكن من شأنها تقوم بها الدولة برفع تأشيرة الدخول للعراق، وهذا الجانب أكيد راح يهتم به الدولة سواء كانت وزارة خارجية أو على مستوى دولة لتأمين بيع تأشيرات الدخول إلى الجمهور الخليجي، وبالتالي تكون أكثر لتواجد الجمهور الخليجي إن شاء الله في البصرة. طيب هل تم فعلا يعني قرار بإدخال أو إدخال الجمهور الخليجي بعجلاتهم الخاصة والسفر عبر البر ودخول العراق بعجلاتهم الخاصة؟ أكو تسهيل بهذا الخصوص؟ يعني هذا الحدث صار، يعني الحمد لله شكر، شخصيات كويتية كانت قد زارت البصرة بعجلاتها الخاصة ودخلوا بانسيابيه من الكويت والى البصره مباشره دون اي عاقه ودون اي عقله. نامل انه هذا العمل انه او هذا التعاون يكون بعمليه اكبر وصوره اكبر من خلال اهتمام الدوله بتسهيل هذه الامور ان شاء الله لدخول الجمهور والشخصيات الرياضيه الخليجيه. طيب بالنسبه للجمهور المحلي، سوف يفدون العراقيين من مختلف مناطق العراق لحضور هذه البطوله، تتوقعون اعداد كبيره تستقبلها البصره؟ عدها البصره هاي الامكانيه، يعني الاتحاد دقق بهذا الموضوع انه بامكان المدينه الرياضيه او البصره استضافه هذا العدد الكبير من الجمهور المحلي؟ اكيد اليوم هذا ما لاحظناه استاذ، ولاحظنا في مباراة كوستاريكا اليوم عند الاستحضار لمباراة كوستاريكا لاحظنا الجمهور من مختلف محافظات العراق سواء كان الشمالية أو وسطى وحتى الجنوبية، وكان الحضور
بشكل قطاع الاتصال اتصور قطاع الاتصال استاذ اسمعك سيد بدر. فكان الحضور نعم كان الحضور مميز من كل محافظات العراق وبشكل بعدد كبير ومن خلالها كم تأمين اليوم الجمهور والجمهور البصري بالذات واهل البصره خصوصا اليوم انطلقت حمله لاستضافة لفتح بيوت ما يقارب ال 2000 منزل لاحتضان الجمهور العربي وقصدي الجمهور العراقي وحتى الجمهور الخليجي فتحوا ابوابهم وفتحوا بيوتهم لاحتضان الجمهور الذي سوف ياتي لمشاهده مباريات خليجي 25. بالاضافه الى ذلك اليوم العمل مستمر من خلال الجهد الطوعي الموجود من الشباب الموجودين في محافظه البصره واطلاق الحملات الاعلانيه والثقافيه والترويج لهذه البطوله. طيب. وجاهزيتها واندفاع الشباب للنهوض وتامين كافه الامور اللي من شانها تنجح. طيب سيد بدر شكرا لك سيد بدر. بالسؤال الاخير لكم سيد رياضه بالنسبه للتسهيلات الاعلاميه كنقل البطوله وحضور وتنقل الصحفيين الاعلاميين من مختلف القنوات المحليه والعربيه الى اي درجه ستكون هناك تسهيلات مقدمه؟ اكيد يعني المكتب الاعلامي في اتحاد الكره مثل ما ذكرت لحضرتك شكل مجموعه لجان كل لجنه تعمل حسب اختصاصها على مستوى التسهيلات. المكتب الإعلامي سيطلق استمارة خاصة لجميع الصحفيين على مستوى العراق ليس في بغداد. نعم. هذه الاستمارة ستملأ وسيتم توجيه الدعوات لأصحاب الاستمارات التي ملئت بعد التدقيق بها من أجل دعوتهم على حساب يعني اتحاد كرة القدم كإقامة لحضور البطولة. نقل المباريات بالتأكيد هنالك يعني قناة ستكون ناقلة حصرياً للبطولة ليس لمباريات العراق فقط لكل مباريات البطولة وتستطيع القنوات التعاون مع هذه القناة من أجل يعني استحصال الموافقات في التصوير في نقل المباريات من خلال الاتفاق اللي يحصل بيناتهم. بالإضافة إلى يعني عمد المكتب الإعلامي في اتحاد الكرة كلجنة منظمة إعلامية إلى إشراك الكثير من الأخوة الصحفيين اللي يعملون في المؤسسات الإعلامية على المستوى المقروء والمرئي والمسموع. نعم. وحتى على المستوى الإعلام الإلكتروني. نتمنى التوفيق لجميع من سيعمل على إنجاح هذه البطولة وشكرا جزيلا لكم الصحفي الرياضي السيد رياض هادي كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكر كذلك لرئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة السيد بدر ناصر والشكر أيضا لنائب محافظ البصرة السيد حسن النجار والشكر لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر.